نتحدث الآن عن لغات الحب. يقال أن الحب يمكن التعبير عنه بخمس لغات مختلفة، يختلف تأثير كل منها من شخص لآخر. ولغات الحب خمسة، أولها التلامس الجسدي، وله أثر هائل على الحب والمحبة وتقريب النفوس. فمثال عليه لمس اليدين، لمس الشعر، لمس الرأس، أيضا التربيت، الاحتضان وروعة هذا الاحتضان. أيضا من لغات الحب كلمات المدح، وفيه كرم نفس وبذل تجاه الشريك بقوة حب وإيثار. أيضا تخصيص وقت للشريك، وكما نعرف فالوقت أهم مورد من موارد الحياة، بل هو أهم من الأموال، فهو ينفذ ولا يمكن تعويضه. فكوني أخصص وقت من حياتي للشريك، فإنني أخصص جزء من حياتي لهذا الشريك، وهذه من أقوى لغات الحب. أيضا هناك الهدايا وبذل الهدايا للطرف الآخر وللشريك، فهو أقل القليل منها تحتاجه النفس. أيضا في نفس الوقت تقديم المساعدة في الأدوار والمهام المنزلية والحياتية. هذه هي لغات الحب الخمس: التلامس الجسدي، كلمات المدح، تخصيص وقت للشريك، الهدايا والمساعدة.